ميسر شلونك؟ لسه ما رجعت؟ لسه ما بينت مصطفى. دورتوا عليها منيح، وين بتكون يعني؟ لما عم يدور. ها ليكو رجع، شو صار معه؟ كأنه ما لقاها. يعني وين راحت؟ دورت منيح؟ سألت الست زاهدة وكل الصيادين ما حدا شافها، اختفت. ألو ألو ست ميسر. مصطفى البنت اختفت. بشو استخبت لحتى ما تساعدني؟ الله يعلم وين بتكون هلا. بس هي متعودة تخبرني، بجوز انتي مزعلتيها لهيك هربت من البيت. ايه لا هيك بزعل منك مصطفى، ليش شوفي بيني وبينها؟ ابصر شو عم تحكي لك. يمكن سمعنتك وانتي عم تحكي لك شي كلمة عنا. قلت لك طلعت قبل الفجر وكانت مستعجلة وعم تركض، قالت لي رايحة تشوفك، مو معقول تكون زعلت مني. ما حكيتها شي. وين لك كان؟ ما بعرف. رحت على الشط، سألت كل الصيادين، اختفت. اطمن لا تخاف، أكيد رح ترجع على البيت. كمان انتي طلعي دوري عليها. يا حبيبي، بدي اترك شغلي وروح دور على الخانم. شو مفكرني فاضية يعني؟ الله يعينك على هالبنت يا مصطفى، مستحيل تحسن تفتح بيت. بترجاكي دوري عليها وخبريني شو بيصير معك. طيب ماشي، وانا برجع بتصل فيكي. اي طيب. مصطفى شو صاير؟ فاطمة طلعت تتوداني ولهلا ما رجعت على البيت. وين بدها تكون؟ وينها؟ انت ما عرفت تلاقيها؟ متأكد انك دورت منيح؟ ايه دورت، رحت على الشط وسألت الصيادين ما حدا شافها. عمتي ضاعت امي؟ شو فكرك انت ابني؟ اللي بدور على حل شعره معلوم بصير فيه هيك. اللي دورت بالسوق بلكي راحت لهنيك. لا ما دورت بالسوق، انا رحت على الشط وسألت الصيادين ما حدا شافها. لمعي صرت قايل لي هالحكي 100 مرة، روح دور عليها بالسوق. يلا لا تطلع هيك، والله مليت منكم ومن مشاكلكم. يلا تحرك، الزلمة قلقان عليها صرعني تليفونات. وين عمتي؟ لا جيب لي سيرتها، كمل أكلك. وزعوا منهي على كل المعازيم بخطبة ابن رشاد بيك. يعني هي كانت واحدة من المعازيم؟ ما بظن من المعازيم، الله أعلم. يعني بجوز تكون واحدة من خدم الفيلا؟ والله بجوز تكون عم تشتغل عنده. روح يا ابني لعند بيت رشدان بيك واسأل عنها هنيك، بلكي منقدر نعرف مين بتكون هالبنت ومين أهلها. أمرك سيدي، اسمح لي. وبعت لي واحد من العناصر لهون قبل ما تروح. حاضر سيدي. نحن مضطرين ناخدك معنا حكيمة، لأنه رايحين نعين مكان الحادث. حتى لو كنت قلت لي روحي ما بروح، لازم اطمن عليها، شلون بتركها وحده هون؟ بجوز نقدر نساعده، بتعرفوا للمجرم بدكم شو. فائد دكتور؟ لا، البنت تعرضت لصدمة كتير كبيرة. يعني ما فينا ناخذ افادتها؟ لا ما فيك هلا، انا اعطيتها مهدئ. نحن عملنا كل شيء بنقدر عليه. وصلت الطبيبة النسائية. بعد ما تفحصها رح نكتب تقرير عن كل شيء صار معها بالتفصيل. لازم نعرف مين اهلها للبنت لنخبره. الله يعينوا المساكين.